بمتابعي لبيب زيدا من متابعيك، فما رئيس بلدية رويت نحيوه برشا، لأنه الجمعة اللي فاتت أنت كنت حكيت على نهج الحصاد والأنهج المتفرعة والوضعية المزرية للشوارع في المنطقة. أنا خلنا نفرح بسي عدنان، خاطر أنا نفرح برشا بالناس اللي يسمعونا وهم عندهم معناها نفوذ القرار، نجموا ياخذوا القرار، يسمعونا ويتفاعلوا مع اللي نقولوه. هو الجمعة اللي فاتت طلب حق الرد، تقولوا له مرحبا سي عدنان بوعسيدة رئيس بلدية رويت. يعيشك بارك الله فيك ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك انت اللي تفاعلت معنا، نحن في كل مره نعطيو راهو ملاحظات والا نقولوا حاجات. الهدف نتاعنا الرئيسي ان نعاونوكم انتوما اي مسؤول في اي مجال انه ربما يفيق بحاجات قد يكون ما فيقش بها، والا نفرحوا كي تتفاعلوا معنا. هذا الهدف نتاعنا هو هذا. والله شوف، احنا بلدية رويت نتفاعلوا ديما مع الاعلام وديما نحاولوا نوصلوا الراي الصحيح للراي العام، على خاطر اليوم سمعت الاخ الاسبوع اللي فات جست حبيت نفكروا ان الاسبوع اللي فات وقت اللي انطلقت الاشغال ما زالت عندها اسبوع من اللي انطلقت، ثم ساعات كي تنطلق الاشغال ونعرفوا تعبيد الطريق واعاده تعبيد الطريق يتطلب اكثر من اسبوع حتى فنيا نراه. مع العلم ان احنا كيف حبينا نعاودوا نعبدوا الطريق هذاك وازلنا الاسفلت القديم، تفاجأنا ان لقينا قنوات الصرف الصحي وفما اماكن لقيناهم غير مطابقين للمواصفات، وفما امكانيه وكان نعبدوا الطريق هذاك وقتها اترخي البلاصه من جديد، وخاصه انه كما فسرت لك فما قنوات الصرف الصحي كانت قديمه وفيها برشا مشاكل يعني، وتتفاجأ انك انت اليوم كبلديه تقول كان باش نعبد كان الطريق، يعني حتى مع المقاول عنده الصفقه فيها حاجه معينه وقت الصفقه تطورت تزاد فيها حاجات. تعرفوا الاجراءات الاداريه في تونس والقانون وقانون الصفقات ماهوش سهل، فانت لازمك تعاود تعلم المراقب المصاريف وتقول له فما زياده في الصفقات وفما ما عرفتش شنو. للاسف الشديد هذيك هي بلادنا وهذيك هي ادارتنا، واليوم صحيح فما نقول الحكم المحلي ونحكي على الحكم المحلي والتدبير الحر وما عرفش شنو، هذا كله مازال مش صحيح، هذا كله مازال حبر على ورق، زلنا على نفس الاجراءات القديمه ونفس الحكايات ونفس مع العلم انه الانهج المتفرعه زاد كل شيء. اليوم مش كان هذيك رواد كلها بنية تحتية مهترة يعني غايبة ما فماش مش موجودة أصلا، فهمت يعني؟ وللأسف الشديد يعني هذا تراكم تراكم سنوات، يعني عدم ما فماش ما عطاوش قيمة الرواد في من الميزانيات السابقة في سنة الطرقات في تعبيد الطرقات. اليوم رواد كي نحكيو على رواد ونحكيو على برشة تفتيح نتاع الطرقات وتعبيدهم سواء كان في حي المطار في حي عيشوشه في حي الغزاله في النخيلات في برج طويل، نحكيو على 122 123 مليار يلزمنا كبلديه كيما برشا بلايص في تونس للاسف الشديد. كلها البنيه التحتيه في تونس كلها الله غالب ما عادش عندنا ما تمشيش. أنا يلزمنا نرضاو بالامر الواقع سي عدنان. والله لا مش وسامحني انت تو تقول لي تو عندها اسبوع، لا هي عندها 10 ايام من انطلقت الاشغال، وانت تو بشرتنا بالخير على الصباح معناها كي قلت تو مازالت اكتشفتوا برشا خوار برشا فساد. ساعه هذه يلزمها ملفات فساد لانه ما كانتش مخدومه على قاعده، يلزم تتحل الملفات هذه، ويلزم معناها تو اذا كان جات مطره تبارك الله سي عدنان. لا اش قلتي انت مش مخدومه على قاعده؟ فما قنوات اهتارت تهريت بخلاف في كلامك انت كانوا مش عملوا طريقه. لا لا في بالي قنوات قلت انت فما قنوات قلت انت فما حاجات شبكه كانت مش مخدومه على قاعده. احنا نتكلموا ساعه بالسياسه نتكلموا بالمنطقه ونتكلموا بالواحد مش بالرد بالطريقه هذه. لا 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 نحكي معك سي عدنان راهو بكل ادب وبكل احترام. لبيبك هكا راهو ماهوش معناتها التون تاعي سي عدنان اكثر من جماعه التعليق. لا سي عدنان التعليق هذاك هو جماعه التعليق الرياضي يتكلموا كيكره وحتى في الدنيا لبيب يقول له صباح خير يجاوبني كيكره الرياضيين ما يتكلمش هكاك. لا لا الطون معناها انا قاعد نحترم في رايك سي عدنان ونجم كنت ما ناخذش حق الرد وما نفسرش نخلي الناس هكاك. لا يعطيك الصحه. لا بالعكس بالعكس عاد تفسر خير واضح فهمت. دونك انا فسرت لك
اليوم كنا نلقاو ساعات مفاجآت، أي صفقات يلزمنا نصلحوها ويلزمنا نحسنوها، مش خاطر احنا حلينا الطريق باش نعبدوه نعاود نعبدوه كما هكاك. ويعني علاش شنو يا أخي؟ هي الحكاية الضحك على الذقون، أنا صلحنا كياس وكهوا بيس يا عدنان، وفما فما أمور فنية وفما إجراءات، وداير حتى راهو تعبيد الطريق راهو ما يطلب أكثر من أسبوع وعشر أيام وقت راهو. مستمعينا في رواد يقولوا قديش مش يقعد الطريق هذايا عن فيه اشغال مش يعرفوا كهو. والله شوف، هو الخطر المشكله نتاع الطريق هذايا مش تابع البلديه تعبيده، هذا تابع وكاله تهذيب الطرقات والتعصير اللي هي تابع وزاره التجهيز. واضح، يعني احنا وسيط في العمليه. دونك يعني البارح والحين وكل شيء فما اجتماعات باش نحرصوا على، لكن الانشغال الاشغال ما وقفتش راهي. واضح، باش يكونوا فعلا فما الاشغال ما وقفتش، فما باش يكون سعدنان الاشغال واقفه عندها اكثر من اسبوع. البارح في نهج الحصان انا كل يوم اربع مرات خمسه مرات في نهج الحصان، فما حتى اشغال سعدنان. لا البارح في نهج الحصان، وجبنا البارح المقاول وريناه في البلايص اللي لازمها تصلح، ودخلنا في مع وزاره التجهيز باش يزيدوا شويه. اي المعاينه هي موجوده، ما الاشغال ما فماش، معناتها تطبيقا نقولوا ان شاء الله ما فماش. ان شاء الله سامحني، هذاك احنا في الدراسات واحد ثم اشغال راهي الدراسات يعني الدراسات وندرسوا في الوضعيه ونحلوا في البلاصه الفلانيه هذاك تسمى. انت سعدان سامحني باش نسالك وتجاوبني كمواطن، معناها انت الوضعيه الحاليه نتاع الكياس ولا نتاع النهج عجبتك؟ معناها الناس كيفاش الكرهب نتاعها؟ لا عدني سامحني، معناها انت تو تقول مازلت تو الدراسات، معناها على الاقل تحب لها شهر شهر ونص بالوضعيه هذيك. ان شاء الله ان شاء الله قبل موسم الامطار، على كل ان شاء الله قبل موسم الامطار. الوضعيه ما عندك حتى حل، لازم تقلع الكياس وتطلع وانديجاجي لي بوم تاع لوناف يطلعوا واحد وصحيح راهو باش تخرج وتدخل، فما ماهيش حاجه سهله، وفما ضرر للسيارات اللي تحكي فيه كلها حتى على الغبره، حتى على اولادنا، حتى على صغارنا. لا من الاول ما فماش امكانيه، انت ما تجاوب فيا بالعلم وبالتقنيات. كانت من الاول قبل ما يتم معناها التقشير نتاع الكياس ولا نتاع ازاله الاسفلت، ما كانش فما دراسات تاكد اللي فما بعض الاشكاليات اللي فما نجم شنو اللي نعرفوه عنناش؟ ما عندكم حتى شيء معناها؟ اي كي نحاول الواحد يظهروا الحلاقه. لا ما تبدا على الاقل فما. اما انا تمنيت تصير الحكايه في الصيف مثلا قبل ما ندخلوا للخريف وقبل ما تقرب العوده. سيدتي الكريمه باش نعطيك حاجه، في تونس وقت باش نعبدوا نهج والصفقه نتاعو تدوم فوق السبع شهور في هالبلاد. في هالبلاد بيروقراطيه. واضح هذه مشكلتنا راهو. واضح سي عدنان. شوف لازمك ايش تعمل؟ لازمك تحدد الميزانيه وتحدد الاعتمادات وتعمل الدراسه وتعمل الصفقه نتاع الدراسه، ومن بعد تجيك الدراسه، ومن بعد تحدد الميزانيه الاخرى نتاع شنو اللي قال لك الدراسه، وتراقب وتعدل الاعتمادات نتاعك، وتعمل اعلان على الصفقه، واعلان الصفقه يتطلب ثلاثة شهور. وانت تسمي فيهم انا تعبت ديجا. حتى انا تعبت والله تعبت. يا اخي شوف راه احنا زاد في بالكش احنا راهو مرتاحين، ما احنا تعبين معاكم. لا فما حد مرتاح في تونس يظهر لي. مشاكلنا الله غالب اليوم والله، تقول نعيش في العصور الوسطى بالامور الاداريه للاسف الشديد، وقت اللي العالم كل شيء عن بعد بالوضعيه في ساعه في ما تستحقش. في بعض البلدان في 24 ساعه تلقى شوارع وانهج وطرقات ومسطره مريض. هذيك بلادنا، هذيك بلادنا الله غالب. نعطيك معلومه، عملناها لنا في المانيا، فما في البلديات نتاعهم عندهم حمله الانتخابيه. وقفت معاهم قلت لهم بالله، مشيت قابلت واحد يعمل في حمله الانتخابيه، قلت له شنو برنامجك شنو الحمله الانتخابيه نتاعك؟ قال لي الحمله الانتخابيه نتاعي باش نزيد عدد الروضات في البلاد هذيا، فهمت، وباش نزيد عدد الفرمليات، وباش نحاول نعدي القطار نتاع ما شنو ترانس اوروبيان على البلاد نتاعي. فهمت، قلت له كيسات والتمويل. قال لي هذاك الموضوع منتهي، منتهي، فما عقود وشركات تاخذهم بالخمس سنين، كل شهر عنده كياس فيه مده انتهت يعاودوا. وبالفعل نحاول نلقاو من كياسات جدد يقلعوا فيهم عاد خاطر انتهت الخمس سنين نتاعهم، واحنا كياس عمره 50 سنه ومازلنا نرقعوا ومازلنا نعملوا في حفره، خاطر الله غالب راهو احنا زادنا في وضعيه اليوم حتى المواطن ما يخلصش في الاداء البلدي. اليوم نحكيو على كي نحكيو على بلديه رواد
نحكيه على ميزانية نتاع 10 مليار دويت من ضعف خطر المداخيل مش موجودة، ونحكيه اليوم احنا في شرقوت من 5 من 10 مليار دويت ودخلنا كان 5 مليار دويت. احنا كبلدية رواد الشهر الجاي كما برشا بلديات في تونس خدمات. وهذه مشاكل البلديات والمعادلة بين الخدمات والأداءات، فما معادلة كما لقاش حتى الدولة الفون كومان بتاعنا واحد عندها عامين فما برشا فلوس ما عطتهاش الدولة. يعني فما يعني اليوم احنا في أزمة خانقة مالية، البلديات الكل الدولة على وشك الإفلاس، وإذا نقول ولا غالب ولا صحيح ما فما حتى واحد لاهي بالإنقاذ الاقتصاد ولا واحد كذا تشوف ولا غالب. كنا نعيشوا في التجاذبات السياسية وكل وذيك رجعت علينا احنا في البلديات أيضا. واليوم نحن شكرا احنا خدمات القرب وخدمات المقاول والمتاول المواطن، واحنا هي الديمقراطيه المباشره. انا ما متقلقتش كيف انت قلت على المشكله نتاع لا ما يلزمكش تتقلق، يلزمك تفرح لانه اذا الاعلام يسلط الضوء على حاجه ففي هذه مساله. بالعكس عندنا برشا اصدقاء في بلديه رواد وانت تعرف سي عدنان معناها موجودين من القطاع الرياضي زادة معناها من الرياضه. جاء وقت الرياضه جاء وقت الرياضه مرحبا بكم. شكرا لك سي عدنان بوعسيده رئيس بلديه رواد. خذينا الوقت الكل في الرد تقريبا 5 الجمعه الجايه نحكيوا على مواضيع اخرى ان شاء الله.